single mom a disheartening single mom. فعليا 12 سنة ورسميا من 3 أشهر. رسميا؟ مبروك. طلقت رسميا؟ طلقت رسميا؟ واو بعد أكيد بقى. بس بدي أقول شغلة ليش مخبية الخبر اللي 3 أشهر؟ إنه منه هالخبر يعني يا لطيف أنا بالنسبة لإلي، أول شيء أنا كثير بحترم أولادي، بحترم أحاسيسهم، بالنهاية بيهم.